ازيكم حبايب قلبي؟ جيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي بناء على طلباتكم هنعمل لكم حاجه حلوه حلوه قوي. كمان هعمل لكم النهارده طريقه عمل لقمه القاضي او الزلابيه، ازاي تطلع معاكي زي الفل بمقادير كلها مظبوطه. يلا بينا مع بعض نقول المقادير. معايا 2 كوبايه، ونفس الكوبايه هي 2 كوبايه من الدقيق. معايا كوبايه ميه دافيه دافيه عشان تخمر معايا كويس، ما تكونش ساقعه ولا تكون سخنه، لو سخنه هتقتل الخميرة ولو ساقعة مش هتتفعل خالص. معايا معلقة كبيرة مليانة قوي او معلقتين ممسوحين من الزبادي، ده زبادي بلدي او زبادي شركات مفيش مشكلة خالص، اي نوع زبادي. الزبادي هنا معايا لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما تجيبوش من التلاجة ونشتغل بيه، لا تبقي سايباه بره التلاجة. معايا معلقتين كبار مليانين هرم من النشا. معايا معلقة كبيرة مليانة من الخميرة الفورية. معايا معلقة كبيرة مليانة من الزيت، ومعايا معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، معايا ذرة صغيرة من الملح، معايا معلقة كبيرة مليانة من السكر، ومعايا لون أصفر غذائي، ده اللي هو اختياري عشان تطلع معاكي نفس اللون بتاع بره، ده بقى الاختياري، ده طبعا لون غذائي مصرح بيه من وزارة الصحة. دي المقادير، يلا بينا بقى نشتغل ونشوف أحلى لقمة قاضي من أحلى جيجي. وما تنسوش أحلى لايك حبيب قلبي جيجي. تعالوا بقى، حضرت هنا معايا بولة، هبتدي احط المعلقة الكبيرة المليانة من الخميرة، هحط معاها معلقة السكر عشان الخميرة بتاعتي تتفاعل بالشكل ده، وهحط المية الدافية، كوباية كبيرة مليانة من المية الدافية، هقلبهم كده هما مع بعض، ولازم المية تتأكدي ان هي دافية، هقلبهم كده شوية ادوب بس الدنيا وايه ونشوف هنحط ايه تاني كده. بقى بعد ما قلبت هنزل بقى بالمواد الجافة بالشكل ده، ولازم يعني انا متأكدة من الخميرة بتاعتي مش هستنى تخمر ولا حاجة، يعني ان انا اختبرها، بس انت لو عايزة تختبريها هتستني 3 دقايق كده ولا حاجة، وبعد كده لو لقيتيها عملت فقاقيع يبقى هي كده نشطة واشتغلي على طول. اهم حاجة مش عايزة انزل الزبادي ساقع، الزبادي لازم يكون معايا بدرجة حرارة الغرفة زي ما قلت لكم كده، معلقة كبيرة قوي مليانة، ومعايا معلقة كبيرة من الزيت اهو، هحط كمان اللون دلوقتي عشان يدوب معايا مع السوائل، رشة صغيرة قوي قوي بالشكل ده، طبعا لو مش عايزة تحطي اللون ما تحطهوش مفيش مشكلة، مش اساسي معايا، تمام اهو. هننزل بقى بذرة الملح اهي، هحط الدقيق، كوبايتين كبار من الدقيق مع كوبايتين الدقيق، هحط المعلقة الصغيرة بتاعت البيكنج باودر بالشكل ده. الدقيق لازم يكون دقيق مخبوزات نمرة 1، يعني ايه الدقيق؟ اللي هو بتاع العجين، بتاع مش بتاع البسكوتات وبتاع البيتي فور والحاجات دي، لا دقيق اللي هو بتاع الفطير وبتاع العيش عشان يديني مطة حلوة قوي، تمام. هنفضل بقى نعجن فيهم عجنة حلوة قوي، يعني ايه دي بقى؟ بتبقى سايله العجينه دي، بتبقى سايله، بس كل ما بتخفقي كده اهو فيهم وتدخلي المكونات كلها مع بعض كويس قوي، كل ما هي بتعمل انسجه وخيوط كده اهو عشان تمط معايا مطه حلوه، تمام. هفضل كده اهو اقلب شويه وبعدين اوريكم شكل العجينه، تمام. هفضل بقى ايه اقلب اقلب اقلب، العجينه دي بتبقى سايله ما بتبقاش عجينه متماسكه، بس كل ما هنقلبها اكتر كل ما هتسيل معانا اكتر واحلى. هقلبها بقى شويه حلوين كده بتاع 10 دقايق تقليب مستمر مستمر مستمر، افضل اقلب 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 زي ما قلت لكم مده ما تقلش عن 10 دقايق، وهرجع لكم تاني. ده شكل العجينه بعد ما ضربتها كويس جدا جدا بالشكل ده اهي، بصي القوام بتاعها عامل ازاي اهو، انا عايزاه يبقى كده اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده، هي هتبقى عامله زي عرق كده اهو، مش عايزاها اخف من كده ولا عايزاها اتقل من كده، انا عايزاها بالقوام اللي انت شايفاه ده، تمام اهو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هشيل بقى المعلقه، تمام،
وبعدين هعمل ايه، هغطيها بستريتش واحطها في مكان دافي. يعني مثلا ايه، شوفي مثلا لو عندك الفرن من تحت دافي، مكان كده دافي تغطيها مثلا بحاجة كده زي بطانية كده خفيفة ولا حاجة. المهم هنسيبها تتدفى عشان احنا في شتاء، هنسيبها تتدفى شوية وتتخام وتخمر وتتضاعف حجمها لحد ما تتملي البولة دي كلها وتبقى دخلها هوا كتير. تمام، هنسيبها قد ايه؟ لو في الصيف نص ساعة، لو في الشتاء ساعة كاملة. تمام، في الصيف كمان بتاخد ربع ساعة 10 دقايق، لأن بيبقى الجو سخن قوي، فهي هتاخد معايا من نص ساعة لساعة. وبعد كده أول ما تعلى كده اهو، هنبتدي بقى نشوف بقى هنقليها ازاي. بس في الوقت اللي هي هتخمر فيه هعمل معاكم الشربات، عشان اوريكم الشربات بتاع الزلابية بيتعمل ازاي. واستنوني حبايب قلبي جيجي، تعالوا بقى نشوف الزلابية بتاعتنا او لقمة القاضي بعد كده ما خمرت بالشكل ده. طبعا حاطه لها ستريتش زي ما قلت لكم اهي، عدى عليها بالظبط ساعة الا ربع. تمام، هنبتدي بقى نشتغل ونقلي بقى مع بعض. هنقلي بقى ازاي هقول لكم بقى. اول حاجة هنسخن الزيت، لازم الزيت يبقى سخن مش بارد. تاني حاجة لازم تحطي ايدك جوه العجينة زي ما بتشوفي كده في عند بتوع لقمة القاضي، ونجيب معلقة ونجيب بولة فيها زيت او شوية مية. هنشوف كل حاجة مع بعض وليها ماسكة معينة، طبعا ايدينا مغسولة وزي الفل. وهوريكي بقى الماسكة بتاعتها ازاي، وهنبتدي نقلي مع بعض. واستنوني حبيب قلبي حبيب قلبي زيزي على الزيت بقى على طول عشان نشتغل مع بعض. تعالوا بقى اوريكم هنعمل مع بعض الشربات. هاخد كوبايتين من السكر، ادي كوبايه ونعاير الكوبايه الثانيه، وادي الكوبايه الثانيه، كوبايتين من السكر. انا مش هعمل كميه شربات كبيره، دي كوبايه متوسطه مش كوبايه كبيره. هحط عليهم بنفس الكوبايه، هعايرها ميه، كوبايه واحده ميه، يبقى كوبايتين من السكر عليهم كوبايه واحده من الميه، علشان العسل بتاعي ما يسكرش. بعمل ايه؟ لازم ان انت تقلبيه كده اهو بالشكل ده، ندوبه وبعد كده اهو هنرفعه على النار. ولما يغلي اول غلوه هنبتدي نحط نص ليمونه، ولما يخلص خالص هنحط له ذره فانيليا صغيره. هيقعد قد ايه على النار؟ مش هيقعد كتير، يا دوبك اول ما تطلعيه وتلاقيه بيلزق كده معاكي يبقى هو كده خلاص كده تمام. شربات بتاع الزلابيه وبتاع اللي هو بتاع لقمه القاضي وبلح الشام بيبقى تقيل شويه، يعني تيجي تمسكيها تلاقيها بتلزق معاكي كويس. هنرفعها بقى على النار، ادوبها بس كده كويس، واول ما تغلي زي ما قلت لكم هنحط لها نص ليمونه، ونسيبها بقى تبرد عشان لازم يكون شربات بارد. وبعد كده هنبتدي نقلي مع بعض الزلابيه ونشوفها عملت ايه. تعالوا بقى عشان اوريكم، هنا معايا دي كوبايه فيها ميه، مش هحط فيها زيت، دي فيها ميه، حاطه فيها المعلقه. وهنا ادي العجينه بتاعتنا، هبتدي بقى احط ايدي، طبعا غسلها كويس قوي، هبتدي كده اهو اهبطها. بصي عامله عرق حلو ازاي، شايفين؟ هي لازم تخف كده معانا شويه بعد ما تخمر بالشكل ده، ما تعملهاش اخف من كده. لما تيجي تعملي المقادير، المقادير كلها مظبوطه. تمام، هبتدي بقى اخد كده اهو ونطلع كده اهو بايدينا، وناخد المعلقه من الميه، وابتدي اخد كده اهو وابتدي ننزل. هي لسه ما كورتش، هتكور معاكي ما تقلقيش. كل ما تيجي نعمل، المهم ايه تبقى المعلقه كده صغيره، لسه كمان الزيت مسخنش بالشكل ده. انا بس كده ايه، يعتبر بجرب الزيت كده بيها اهي، هي هتكور معاكي ما تقلقيش خالص. هي بس ايه، اول طاسه دي ما بتظبطش، بعد كده اول ما النار كده تحمى هتلاقيها بقى تظبط معاكي وتبقى زي الفل. تمام، بس انا مش هكتر في الطاسه الاولانيه، لان الطاسه الاولانيه دي بتبقى تجربه، وبعد كده اهو بتبقى هايله ما تقلقيش خالص اهي. هوريكم برضو الطاسه التانيه لما اجي اعملها. طبعا ايه، هشيل بقى ايدي كده اهو، هروح اغسلها، وبعدين ايه هطلع الطاسه دي نص مقليه مش مقليه كامل. تمام، عشان احنا لسه هنديها تاني، بس زي ما بقول لكم كده اول واحده دي بتبقى تجربه بس.
بصوا دي اللي هي الطاسه الاولانيه اللي حطيناها دي بتطلع كده معوجه بطه ووزه وحاجات كده، تمام؟ عشان بس تبقى ايه، تبقى كده الدنيا بالنسبه لكم لحد لما الزيت يسخن قوي. هو كده خلاص الزيت تمام، هبتدي طبعا اطلعهم بالشكل ده، تمام؟ اهو قدامكم كل حاجه على الطبيعه، هطلعهم نص سوا كده اهو، مش هيترموا طبعا، تمام؟ دول كده اهو هنشتغل بقى مع بعض بقى دلوقتي كده بقى. الوقت الزيت سخن معايا، هبتدي بقى انزل كده اهو واخد بقى اهو بالشكل ده اهو، حطلكوا فيها زيت عشان متتزحلقش. اهي شايفين طالعه اهي مدوره كل حاجه قدامكم. انا اهو مش هفصل الفيديو بالشكل ده، هي هتدور معايا وهتبقى زي الفل. اهم حاجة طلعيها نص سوا، يعني طلعيها واخدة لون اللي هو الخفيف الذهبي، ما تخليهاش تاخد اللون البني. لسه هنزلها تاني عشان تقرمش معايا. شايفين نفخت معايا ازاي اهي بالشكل ده كده اهي كده بقى زلابيه. اهي بالشكل ده طبعا مش هتطلع معاكي مظبوطه بالمسطره زي بره، لان انتي المهم الطعم، تمام؟ واحده على واحده هتبقي استاذه. اهو انا عامله لكم كل حاجه على الطبيعه زي ما انتوا شايفين كده، ومش هحط تاني عشان خلاص هبتدي ان انا اطلع وهعمل بقى الكميه كلها بالشكل ده. وارجع لكم تاني، استنوني حبايب قلبي جيجي. بصوا كده دي مش الكميه كلها، لسه في تاني. انا طلعت كده طاستين او 3 طاسات تقريبا، مش مليانين قوي. دي كده انا مطلعاها نيه، دي ما استويتش، تمام؟ لسه ما استويتش، انا هستنى بس تبرد شويه وبعد كده هنزلها في الزيت تاني عشان تديني القرمشه، عشان لو باتت عندك تفضل مقرمشه ما تطراش. عشان المشكله اللي انتوا بتقعوا فيها دايما ان الزلابيه بتفضل مقرمشه، ما بتجيبوها من بره من عند المحلات، ولما بتيجوا تعملوها في البيت ما بتبقاش مقرمشه وبتطرى، وكمان لما بتنزل العسل بتطرى، انما اللي احنا بنشتريها من بره بتفضل مقرمشه، لان هم بينزلوها الزيت وبعد كده بيطلعوها وبعد كده بينزلوها تاني. المرتين دول هم اللي بيدوكي القرمشه الحلوه الجميله دي. تعالوا بقى دلوقتي هي كمان كده بردت معايا، هبتدي بقى انزلها في الزيت، هنزلها في الزيت معاكم عشان اوريكم بتطلعيها في اللون امتى، انهي لون اللي بتطلع فيه. يلا بينا نشوف مع بعض. بصوا بقى هنزل بالزلابيه بتاعتي كلها دفعه واحده، مش هنزل دفعين، كلها كده اهو هنزلها دفعه واحده بالشكل ده. عشان كده انا ما عملتش زي ما قلت لكم الكميه كلها، لسه في تاني. طيب نقدر نشيل العجينه دي في الفريزر يا جيجي لو عايزين نعملها بعد كده في وقت تاني؟ ايوه ينفع، بعد ما تخمر كده كويس قوي تهبطيها وتحطيها في كيس وترميها في الفريزر وبعد كده تطلعيها. هتطلع معاكي تسيبيها تفك خالص وبعد كده تبتدي تشتغلي فيها وتقلي على طول، مش هيحصل اي حاجه. تقدري كمان تشيليها كده نص سوا وحطيها في الفريزر في اكياس وتطلعيها تديها مره تاني، يعني قليه تاني. اللي هي بقى القليه الاخيره دي اللي احنا بنعملها، وبعد كده تنزليها في الشربات. انا بعملها كده في رمضان، بخليها نص سوا كده اهو واحطها في اكياس في الفريزر طبعا بعد ما تبرد خالص. وبعد كده اهو بطلعها يا دوبك، مش وهي مجمده، ما تحطهاش وهي مجمده، هتبرد الزيت معاكي وهتطرى. لا بتطلعيها تسيبيها تفك وبعد كده ترميها بقى في الزيت، بتاخد بقى القرمشه وتحطيها في العسل على طول، بتبقى جميله جدا. وبتسعفك كمان في وقت رمضان لو جالك اي حد على غفله، مش على طول بتعملي كنافه وقطايف، بتبقي ساعات عايز تعملي حاجات من الحاجات الحلوه دي. طبعا بقى هستنى كده، مش هقلب قوي عشان ما تتبهدلش معايا، هستنى بقى تاخد معايا كده اللون، وقبل ما اطلعها هوريكم اللون اللي انا عايزاه. اهي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام؟ زي ما انتوا شايفين كده اهو، اهي بصي هي ده اللون اللي انا عايزاه اهو، اللون ده اللي بيبقى واخد الذهبي ده. يا رب كده بس الكاميرا تكون مبينه اهو، تمام اهو. هطلعها بقى على الشربات البارد، بس الاول طبعا هصفيها وبعد كده احطها على الشربات وهعمل شويه بالسكر البودره،
بس كده اللون حلو قوي اهو، اللون اهو زي اللي بنشتريه من بره اهي، باللون هو هو. في ناس كتير ما بتعرفش توصل للون. السر برضو بره ان هما بيحطوا لون، عشان تبقوا عارفين اللون الاصفر بيخليها تميل على طول للون اللي هو الذهبي الغامق ده، اللون الاصفر اللي بيحطوه هما بيحطوا لون. تمام، انا جبت لكم كل الاسرار بتاعتها، شايفين مقرمشه معانا كمان ازاي. دي بقى قرمشه، دي بقى لو باتت تفضل كمان معاكي ناشفه زي الحجر، ومن جوه طريه وجميله. هنشوفها وهنشوف قرمشتها عامله ازاي. هطلعها بقى على ورق مناديل تتصفى، وبعد كده هنبتدي نحطها في العسل مع بعض. استنوني، الابهار كله هنا. بصوا ده كده شكل الزلابية بتاعتنا بعد ما طلعتها اتصفت على مناديل المطبخ اهي. لسه بقى ما حطيتهاش في الشربات، ولا حطينا عليها سكر ولا اي حاجه. انا حبيت بس اوريكم الشكل بتاعها اهي. هتنجح معاكي من اول مره ان شاء الله باذن الله. ايه دي الشربات بتاعنا اهو، او العسل بالشكل ده اهو، بيبقى كده. هبتدي بقى اخد شويه بس من الزلابية اهو، يعني زي ما قلت لكم عايزه احط شويه بسكر اهو. بصي بقى احنا مش نزلناهم كده في العسل، ما تسيبهمش بقى وتروحي بعيد، اسقيهم كده اهو وطلعيهم على طول. ليه بقى؟ علشان لما بتيجي تحطيهم في لما بتحطيهم في العسل وتسيبيهم شويه بيطروا. دي برضو من اسباب اللي هو بيخليه يطرى معاكي. بره ما بيجوا يعملوا الزلابية بينزلوها في العسل ويطلعوها على طول بالشوكه الكبيره دي اللي معاهم، يعني بينزلوها يا دوبك كده يغرقوها في العسل ويروحوا مطلعينها كمان مصفينها، عشان ما تشربش معاكي عسل كتير وتبقى جزعه معاكي. لا تبقى حلوه، تبقى شاربه اللي هو الحلو بقى بتاعها المعقول ده. طبعا ايه، هطلعهم بقى كمان يتصفوا كفايه عليهم كده اهو. وهوريكي كمان اللي بنعمله بالسكر البودره، وممكن نعمل بصوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته شويه صوص شوكولاته كده وتحطيهم كده عليها، تبقى حلوه جدا. وان شاء الله باذن الله هنعمل صوص الفراوله كمان، عشان ما تعملي زلابيه يبقى عندك صوص الفراوله. كل الابهار هيبقى هنا، تابعيني وان شاء الله باذن الله هتنبهري، يعني هتنبهري. ايه دي اللي بالعسل اهو زي ما انتم شايفين اهو، وادي اللي هنعمله بالسكر البودره. معايا هنا سكر اهو بودره بالشكل ده، نبتدي ننزل كده عليه. يا رب يبقى واضح كده اهو. بس اهم حاجه لازم تتاكدي ان هو برد اللي هتحطي عليه السكر البودره، عشان السكر البودره ما يشربوش، واللون كمان بتاع السكر البودره ما يبانش. تمام اهو، حاجات كده حلوه اهي، علشان راس السنة والسنة الجديدة نستقبلها بحاجة بسيطة جدا، حاجة جديدة، اعملي حاجات بأقل القليل. وبنعرف كل الأسرار بتاعت برة زي ما انتوا شايفين كده اهو اهو بالشكل ده. وزي ما قلتلك تقدري تعملي بصوص الشوكولاتة او صوص الفراولة، وان شاء الله نعملهم مع بعض. اتمنى بقى الحلقة بتاعتي النهاردة تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. لو عجبكم الفيديو ما تستخسروش في جيجي اللايك، علشان يوصل لناس كتير جدا ويستفيدوا منه. وكل الاسرار بتاعت الزلابية قلناها في الفيديو، ما بخلتش عليكم باي سر. يا رب كده اكون ضيفة كده خفيفة على قلبكم. وياريت تعملوا لي شير للفيديو لو عجبكم يا بنات، اعملوا شير، المكان الشير هتلاقيه تحت الفيديو زي اللايك بالظبط. دوسي عليه، اعملي لي بقى مشاركه عندك على الواتس، اعملي لي مشاركه عندك على الفيسبوك، اعملي لي مشاركه عندك في اي حته. واشوفكم بقى في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي. وباي باي حبايب قلبي جيجي.